عسلامة، اسمي فاطمة زهرات ليلي، نجحت بكالوريا آداب بمعدل 14.40 من معهد خير الدين أريانا، ومشتركة في عرض الجامعة تاع لسان أكاديمي. عرفت المنصة من الأول خاطر بطبيعة ديما كأي تلميذ تونسي نتبع في باج لسانة، وريت العرض إنه فما عرض يخص زادا بكالوريا آداب، وكريت هذه فرصة قلت خليني نمشي نجرب، معناها نشوفها كيفية الحكاية والكل، وعملت اشتراك. عاونتني المنصة برشا باش انه المعلومات اللي ناخوها من الليسي نتفكرها اكثر ونفهمها اكثر، ويعني كان فما حاجات اخرى ناقصة مثلا انا ما فهمتهاش، والا معناها ديما حاجة نكمل بها الكور متاع الكلاس ديما نلقاها في لسانة اكاديمي. في الماتيريات الكل معناها مقسمة عربية فلسفة بقية الماتيريات، وبالمحاور وبالدروس نجم انت معناها تشوف انت درس معين انت مثلا ما فهمتوش بالباهي تدخل تشوف، تلقى خاصة في الفلسفة عنا شواء معناها أستاذ بشير الماجري وأستاذ حمادي العش. في التاريخ والجغرافيا زادة عاونتني على الاخر خاطر ديما معناها بكالوريا اداب مشكلتهم مع التاريخ والجغرافيا تنجم معناها تفهم الكور معناها في الكلاس، وكي ترجع معناها للدار كل في اوقات الفراغ نتاعك الحاجه الباهيه ان فليكسيبل معناها تنجم في اي بلاصه في اي وقت تنجم تحل تاخذ اكسي للكور، وديجا الكور فيه اكزرسيسات زاده معناها في الدروس الكل في الماتيريات الكل، وفيهم تطبيقات معناها تنجم تشوفهم. في التاريخ والجغرافيا اللي هي مشكلة كبيرة عند البكالوريا آداب تنجم حتى تبدأ انت تعمل في حاجة عادية مثلا نعرفش تبدأ مثلا حتى متكي معنا في بيتك تنجم تحل تسمع حتى كور متاع تاريخ وجغرافيا مثلا في أي وقت هكاك تترسخ المعلومة خير. بالنسبة زادة للعربية فيها تطبيقات باهية ومنهجيات زادة. الماتيريات الثانوية مهمة برشا معنا مش تخليك إكسيلون في كل شيء، لازمك تركز على كل شيء ما تهمل حتى شيء. اللغات زادة حاجة مهمة برشا وتطلع ياسر النوت، فما أساتذة باهيين في الأونجلي والفرنسي. الأوبسيون زادة ما تهملوهاش، أنا عملت أوبسيون ألمان والبروف معنا ياسر باهي ويفهم بالباهي وفما إكزرسيسات وفما كل شيء. وزاد حتى التربية الإسلامية الحق معناها دروس كاملة وكل شيء معناها نفهم منها على الأخر، ديجا مراجع كان من عندها هي. توا قبل ما نصور الفيديو قالوا لي راهي توفيت مدام أميل بتاع التفكير الإسلامي الله يرحمها، بالرسمي عاونتني على الأخر على الأخر. ولا انفورماتيك زادة فما معناها تطبيقات لكل شيء تنجم تستحقه، الدفورات زادة مصلحة والبراتيك وكل شيء معناها حاجة تكوين به على الأخر. ونصيحة للي قادمين على الباك العام الجاي بكالوريا أداب، ننصحكم كان فما حاجة نقصتكم مثلا خاصة في اللغات حاولوا تدركوا رويحكم معناها في السيف هاو مازال عنا الوقت وكل شيء، وفي وسط العام ردوا بيكم تخلوا معناها حتى ما تير تضيع عليكم، ديما أجور الخدمة خاصة في التاريخ والجغرافيا راهم معناها حاجة قد ما تخدم تعطيك راهي معنا التاريخ والجغرافيا، وبطبيعة الفلسفة والعربية المنهجيات أهم حاجة، وديما البراتيك معنا أنت تحاول تكمل في ساعة عمل تلخيصك وكل شيء، وطول معنا أبدأ إجبد الدفورات بتاع الباك وكل شيء والبراتيك معنا خاطر هيك هو اللي يخليك تولف بالريتم بتاع الباك. أنصح تلامذة بكالوريا أداب السنة انهم يعملوا اشتراك في المنصة راهي تعاونكم خاصة في تقسيم الوقت، انكم معناها يكون عندكم اكسي مثلا ساعات حتى عبد تجيه فترة مثلا مريض اي حاجة ديما باهية كي يبدا فما حاجة سبور معناها ينجم يستعين به معناها. ربي نجحكم الناس كل. الباك راهي ما هيش صعيبة وفي نفس الوقت ما هيش سهلة، لازمها خدمة ولازم معناها تكون إنسان منظم وتعرف تتصرف مع الكونتيتي الكبيرة بتاع الدروس ومتاع الماتيريات الكل، أما راهو اللي يخدم يلقى، وخلي إيمانكم في ربي قوي، إن شاء الله ربي يوفقكم في مسيرتكم في الحياة الكل.